وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من موسكو سعادة السيد بدر التميمي، عضو مجلس النواب، عضو الوفد المشارك في الاجتماع. سيد بدر، نرحب فيك في نشرة الأخبار. وبداية، يعني ما هي أو تطلعنا على المشاريع التي تم إقرارها في ختام اجتماع اللجنة الدائمة للشؤون الاجتماعية والثقافية في الجمعية البرلمانية الآسيوية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أود أن أتقدم لكم بجزيل الشكر على هذه الاستضافة، وفي ختام مشاركتنا في الاجتماع اللجنة الدائمة للشؤون الاجتماعية والثقافية في الجمعية البرلمانية الآسيوية في العاصمة الروسية موسكو. قمنا بإقرار 13 مشروع من مشاريع اللجنة الثقافية والاجتماعية للجمعية الآسيوية، وكلها تصب في مصلحة التقارب والتقدم للبرلمانات الآسيوية. وكما تعلمون أن هذه المشاركات تؤدي إلى تعزيز التحالف بين البرلمانات من خلال تشجيع الفهم المتبادل وتعزيز التعاون وتطوير السياسات، كما تشجع على التعاون الإقليمي والدولي لمشاركات أفضل الممارسات وتحقيق الأهداف السلام والتفاهم بين البرلمانات المختلفة. ونؤكد على أن هذه المشاركات تساهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين إقليمياً ودولياً، كما تساهم في تبادل الخبرات والتجارب على صعيد الممارسات الديمقراطية في مختلف الدول الآسيوية، بما يساهم في تطوير مخرجات السلطة التشريعية. نعم، من موسكو سعادة السيد بدر التميمي، عضو مجلس النواب، عضو الوفد المشارك في الاجتماع، شكرا لكم.